أعزائي المشاهدين، فقرة بريد الحظ، ثلاثة متسابقين والأستاذ خالد بقيم بجنبهم طبعا، معنا اثنين كروت حمر وكرت للاستمرار. طيب كل واحد يختار له كرت بسرعة. يلا يلا خلي عندكم لا تفتح. كل واحد من المتسابقين الموجودين أخذ كرته. طيب نبدأ من هنا ولا من هنا؟ رأيك. يلا ها بسم الله أخو أنت. ايش تتوقعون؟ احمر. خلي معك انت، خلي معك احمر. انت ايش تتوقع؟ ان شاء الله اتوقع ازرق. يا سلام، ازرق تفاؤلوا بالخير تيدون. ها 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 احمر. احمر اعطوا الكاميرا. تحية له تحية. طيب اعزائي المشاهدين، هو في برنامج رحلة حظ، ورحلة حظ ايضا دائما اي واحد يشارك معنا حظه سعيد، وهذا مبلغ مالي 5000 ريال يمنة تستاهل. الله يعطيك. اشوف اللي عندي. يلا ها مسك. ايش ما قلت لك؟ اصيل يا اصيل. ها اصيل ايش تتوقع يا اصيل؟ احمر. ها ازرق. احمر ولا ازرق؟ شو سوى الداله كذا؟ ها ازرق. متاكد؟ ان شاء الله. نشوف اصيل. اصيل يتوقع ازرق، والجمهور ايش يتوقع؟ احمر. ونقول ازرق. احمر والنبي. احمر لعبوا اجنبي. احمر. احمر والنبي. احمر لعبوا اجنبي. احمر. اصيل للاسف ستغادرنا والقلب يقطر دما. دما. ولكن مع ان خرجك فاضي معك مبلغ جائزه ترضيه 5000 ريال. يستاهل يستاهل. مبروك عليك الجائزه. ايوه يا سلام. انا شكرا لك. لو سمحت يا ابني حش حش. ايوه عندي. ايش تتوقع؟ ازرق كماذا؟ كماذا؟ ايوه هذا ايش؟ ازرق. اصفر 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 اصفر. استاذ خالد ايش عندك؟ حماه الوان ولا كيف؟ هذا اصفر ولا ازرق؟ ايه هذا ازرق. اصفر اصفر. اصفر ولا ازرق؟ اصفر اصفر. طيب والكرت؟ الكرت كمان. والترد كمان. يا سلام. ما يستمر معنا. آمين. وخمسة ألف ماشي. الآن بستمر معنا المرحلة الثانية. أخي زيكو حش حش حظه حلو بس ما بيقدر يفرق بين الألوان. نعم. هذا إيش لون هذا؟ أسود. أسود. يا سلام. وهذا إيش لونه؟ مخضر. ازرق ازرق ازرق. ايوه ازرق. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى المرحلة الثانية وانتقلنا مع الاخ حشحش المشهور. تعرفوا حشحش كلكم؟ تحية لحشحش. يا سلام. حلو. حشحش الان نشوف حظك هنا في الصناديق مع الاخ زيكو. على الله يا ريت. يلا اول كرت، اول خانه تختارها. يلا اول خانه تسعة. تسعة تسعة. وين التسعة هي؟ تعال مكانك. اختار يا حشحش، اختار وين جالس هناك. انت ما بني عندي. ايوه تسعة. ليش تسعة؟ تسعة ان شاء الله تسعة. كيف يا زيكو بشر؟ كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله. قلنا كرت من بدايتها. كرت من بدايتها. ازرق. ها الحمد لله. الكرت. ها ها ها. الصندوق بيشترط عليك شرط. اذا بغيت تستمر معانا وتفتح بقيه الصناديق الاربعه ضروري تقلد لنا ثلاثه اصوات من اصوات الحيوانات. ثلاث حيوانات. ثلاث اصوات. طيب لحظه الساعه بيتها. ممكن بكره شرانه مرك. بكره ولا بعد بكره؟ لا الحين. يلا اي صوت الاول؟ اي صوت. كو 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 كو.
شو هذا؟ شو هذا؟ ديك ديك هكذا؟ ايوه ديك هكذا. كيف؟ حضنم. لو عيبكم حيوا يعني عشان نعرف. ها ايوه حزن. حصل هذا. يلا يلا الصوت الثاني ايشو؟ الصوت الثالث استاذ خالد. كل حيوانات تعبانه والله. عند البيط يقودهم. عند البيط. يلا ها اخر واحد. اخر واحد ها بيو. ما هو؟ ولا عري عري. عري عري. نياو. هذا عري مسلح. نياو. نياو نياو. ماشي منه عري. حش حش. نياو. لا 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 لا. شوف. ها؟ نف عليه نف. نياو. شوف 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 رقم 11. 11. اي ليش اخترت 11؟ 11 مصلوب كذا الضحك. تتوقع انه مصلوب 11 ان شاء الله مصلوب. لحظة. يا سلام عليك يا حشحش. مصلوب. عدها. ايوه 15. بتواصل ولا بتنسحب؟ بواصل. يلا يمكن نحصل صندوق يسحبها عليك على فكره. على الله يا ريح. يا سلام. شفت كيف؟ يلا الصندوق الثالث. الصندوق الثالث 25. اختار ارقام احاديه على فكره. هو 25. ليش 25؟ 25 يوم الناس ما 25 كلهم البشر. خليه يشوفها يا استاذ. كرت الصندوق. شوف بريد الحظ. اشترط عليك شرط. اذا بغيت تواصل ولا تنسحب. لا بواص. اذا بغيت تواصل تغني دقيقه للمشاهدين. بواص والحاضرين. اذا عجبهم صوتك واصلت، ما عجبهم صوتك تتوكل على الله. خلاص انا داري على الله. يلا لحظه. بسم الله. استاذ خالد صوتك جميل. صوتك والله ما انا داري قاعد وحش ولا ما هو ولا يمين. اول مره بتغني؟ اول مره. طيب يلا 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 نسمع. واحد اثنين ثلاث. يا ربي فري علي من النور وقبل غلا ما يحسبون عمل بقدرتك يا قادر على كل شيء وتفري علي في ابو ظبي ولا دبي. اشتي صوت. الحين مش عندي. لا ضروري صوت. وساري سر. ايوه. والدولار ويطلع والسعودي ويطلع والعامل ما يطلع. وساري سر الليل. وساري سر الليل. والدولار ويطلع والعامل ما يطلع. وساري سر الليل. وساري سر الليل. وحبيبك سرى. وساري سر الليل. وحبيبك سرى. وساري سر الليل. لا نص دقيقة، باقي لك نص دقيقة بسرعة. دقيقة. أي باقي نص دقيقة، 30 ثانية. وعادك إلا صغير. لا كبر ذبح لك بعير. وعادك إلا صغير. لا كبر ذبح لك بعير. واللي ما صرت كلك بعير. وعادك إلا صغير. يدري عليك الهوى والكرورة والمكروني ما بناها. وعادك إلا صغير. أيوة. باقي لك اثنين صناديق. يلا اثنين صناديق. خلوا. يلا روح. بقى الان عند الرقم 11 نحا. من 25. الحين رقم 15. ها؟ 15. 15.
ايش في يا زيكو؟ كرت. لا حول ولا قوة. يا اخي هذا الكروت اليوم. طيب الكرت بيقول لك للاستمرار. الله انك بتختار لنا. ايوه بغيت تستمر؟ نستمر. اطلع وانزل 20 مرة. واحد يلا واحد انزل. كيفك ريض بعد التمرين هذا؟ والله الحمد لله وشكر لله. الحمد لله. المكيف بالاقش. شعبية بالاقش. طيب بتنسحب بال15 ولا بتواصل؟ لا بنواصل. بنواصل. يمكن البريد ياخذ عليك ال15. لا نحب نشيل البريد. رقم 6. 6 6 6 6 متأكد؟ 6 ولا 5؟ 6 6. ها يا اخي وين صليت الفجر اليوم؟ المسي الدوار الدوار. ستة ستة. ها الكروت هذا طبعنا أنا عشانه والله. لا ها 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 تم مصادرة المبلغ اللي حصلت عليه. خذ يا مسكين. الرضا اللي فيه والله ما في أحد راضي. لحظة راضي. هذا حظك. هذا الكرت يا أخي. الكرت ما ايش فيه خليه ولا أكيد رزقه فيه على الله بس. ها على الله. طيب هذه 15 صح؟ ها والكرت بيقول لك تم مضاعفة جائزتك 15 و15 مبلغ 30,000 ريال. ها وين؟ هذه 15 هذه 15 و15 30,000 ريال. مرحبا. يستاهل. مبروك عليك الجائزة. يستاهل حشحش. يستاهل. شيء هنا هذا البرنامج. ما تقول للمشاهدين؟ نشكركم يا شعب يا محترمين. يا مرعوشين وكم الموز المقروش. يدينا نكتة يا أخي أستاذ خالد. مرة واحد يقول لك سقط من العمارة خطورة انكسر. أعزائي المشاهدين في نهاية الفقرة هذه مع والرائع حشحش بروقف زميلي زيكو نختم الفقرة. لا تروحوا لا هنا ولا هنا ولا هنا خليكم هنا.